السلام عليكم. فتح الحوض بدون إصابات سلسلة كثير طلبوها ناس مني وتحت إلحاح كثير من الأصدقاء، قلنا حنسوي سلسلة فتح الحوض. فيديو هذا الفيديو هو عبارة عن برنامج لشرح فقط، شرح إيش البرنامج اللي بدنا نشتغل فيه. قبل ما أبتدي في شرح البرنامج بدي أعرف إنه في ناس مثلا على مقاعد الدراسة مثلا هذا ما بتحرك كثير بحياته، ما عنده جهد عالي، وفي ناس مثلا عايشين بجبال او مثلا عتيله اللي هو بيحمل اوزان كثير وكذا وكذا، ففي اختلاف ما بين عضله هذا الانسان وهذا هذا الانسان اللي على مقاعد الدراسه او اللي ما ببذل جهد عالي، ما بيمشي كثير، ما بيلعب كره، ما كذا. يعني في كثير عوامل بتؤدي لشد صلابه العضله سواء عضلات الحوض او عضلات الفخذ وال يعني الرجل بشكل عام. الان في اختلافات، فلاجل هذول الاختلافات واختلاف العمر ما بين واحد كبير بالعمر وواحد صغير بالعمر، اكيد الصغير راح يفتح حوض قبل، فلذلك صعب اني احدد كم كل واحد بيحتاج. لذلك حنشتغل على الفيديو الاول، احنا عملنا 3 فيديوهات، الفيديو الاول من اسبوع الى 3، يعني تشتغل الفيديو الاول من اسبوع الى 3، ممكن اسبوع يعني يبدا يفتح تعطي النتيجه الاولى او النتيجه المبدئيه المطلوبه من الفيديو الاول، ممكن اسبوعين ممكن 3، تمام. الفيديو الاول اذا اسبوع، من اسبوع الى 3. الفيديو الثاني راح نشتغل اول ثم الثاني، ندمجهم مع بعض، يعني الثاني حنشتغله من اسبوع الى 3، نفس الشيء ايش الفيديو الاول الثاني، يعني بنفس اليوم نشتغل الاول والثاني، الاول والثاني، الاول والثاني، زي هيك على مدار من اسبوع الى 3 لما نشتغل الفيديو الثاني. الان لما ننتقل للفيديو الثالث حنشتغل الاول والثاني والثالث. الثالث حيكون فقط يومين في الاسبوع، يومين في الاسبوع، يومين متباعدات، مثلا احد وخميس، احد وخميس، تمام. في ناس ممكن يقدر يشتغل 3 لانه بيرجع للجينات الى اخره، لايف ستايل تبعه، طريقه حياته الى اخره. الان بهمني في التمارين، اول شيء احنا بنعطي زي لذعات الم للعضله مشان نمددها، لذعات للعضله مش للمفصل. لو كان في عندك الم في المفصل الزاويه اللي بتشتغل فيها غلط، دير بالك بلاش تعمل لك اصابه، تمام. هاي شغله. شغله ثانيه اللي هي التمارين حنعطيها بتدرج، يعني مثلا بدي انزل على الركبه، نفترض ركبتي مثلا ماد رجلي وبدي انزل لتحت، فبدي انزل تدريج 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 تا يوصل وجهي للركبه. بهمني في الفيديو الاول اوصل هاي المرحله، اوصل اخر مرحله انه مثلا الوجه يوصل للركبه مثلا او وجه يوصل للارض بغض النظر كيف كان التمرين، تمام. اذا موضوع تدريجي، دائما تدريج. التسخين مهم كثير، التسخين لا تهمله، انا واضعه في الفيديو الاول. التسخين كثير مهم لاجل انك تنتقل من مرحله لمرحله. احنا بنمدد العضله بعدين نرجع نرخي شوي، بنمدد بنرخي لاجل انها تمتد او تتمدد معك للاخر. بهمني انه لا تعطي عنف في الحركه، لا تفتح الحوض بعنف، لا، تدريج تدريج، استرخاء استرخاء، بعدين بتشد شوي. وفي ناس ممكن بيعمل الطرف النقيض انه يشتغل خفيف ويظل على الخفيف، يظل على الخفيف حسب شويه الم، لا خلاص وقف، لا، الالم بدك تضغط عليه، بس ايش الم اللي هي اللذعات في العضله نفسها مش في المفصل. المفصل مقصود جوا الركبه مثلا، جوا الحوض بشكل دائري جاي الالم، وصل. في ناس راح يصيبهم هذا الاشي، لا، هون بقول لك وقف، انت الزاويه اللي بتشتغل فيها غلط، او خليك على الفيديو الاول اشتغل عليه اشتغل عليه الى انك يعني تتحسن امورك وتنتقل للفيديو الثاني، تمام. عندك كمان الفيديوهات الاولى الاول والثاني شوي طويل، حاول اشتغل عليه ما في مشكله. كمان شغله، في ناس ممكن يقول لك انه طيب انا فتحت حوض ايش بعد، خلك متابع على تمارين التمديد لو مرة أو مرتين بالأسبوع مشان نظلك محافظ على الوتيرة تبعتك أو مستواك فتح الحوض. لا تتعجل، شوي شوي راح تستفيد كثير، اشتغل شوي شوي في التمارين، اشتغل شوي شوي. تابعنا، تابع السلسلة كاملة على القناة على اليوتيوب فهد المهر، راح تظهر عندك على الشاشة أو على الفيسبوك قوتي صحتي، وأي شيء بتحتاجه أنا بخدمة الجميع.